ايه سر وجود العكاكيز او العصيان اللي موجوده في المقبره؟ هو يعني هو كان عنده مشكله في رجله ولا هو كانت رجله سليمه؟ طيب. لقوا كم عكاز في المقبره؟ لقوا 30. 133 بالظبط. 133 عكاز في مقبره توت عنخ امون. ليه؟ ما كانش حد عارف الاجابه على السؤال ده. لما عملنا الاشعه المقطعيه لقينا في رجله في القدم اقصد انه عنده عيب خلقي في القدم. اوكي؟ فالعيب الخلقي ده يخليه شويه وهو بيمشي يسك شويه، يعني ما يمشيش المشيه الطبيعيه يسك شويه. العيب ده خلى القدم دي ضعيفه ما، فجاله في مرض مشهور قوي برضه في التين ايجرز اللي فتره المراهقه، انه بيجي التهاب في عظمه من عظيمات القدم تعمل التهاب حاد وبتبقى الامه مبرحه. وبتقعد فتره وبعدين بتهيل بعد كده بتخف لوحدها. فلما انا قلنا يعني الدكتور زاهي هذا الكلام قال لي انت حلت لي اللغز، احنا ما كناش عارفين العصيان دي ليه، فكده اللغز اتحل لان هو اصلا ما كانش بيمشي كويس وكان موجوع متالم. يعني معلش يعني قبل الاشعه المقطعيه اللي حضراتكم عملتوها ما كانش حدش فاهم هي العصيان دي موجوده ليه، ما حدش يعرف ده ايه سببها خالص. لما احنا بقى ايه، احنا بنتكلم مش بنقول اي، احنا بنثبت هذا بالدليل. وبعدين حاجه تانية كمان، ان لقينا في بعض الحاجات الصور لتوت عنخ امون اللي على جدران المعابد بيصطاد، ده كينج بقى الملك بيصطاد وهو قاعد على الشاريت بتاعته بيصطاد وهو قاعد. طب انا ملك المفروض ان انا بقى اوري القوه والجساره واصطاد، يعني واصطاد بقى يعني اسود ولا اي حاجه وكده، انما اصطاد وانا قاعد. فده كان انا يعني دليل اخر بيؤكد اللي احنا كشفناه في قدم توت عنخ امون. مفهوم. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.